الله عليه وسلم يقول يقول لا يرد القدر الا الدعاء. نعم. فان دائم خليك دائم تدعي، خليك دائم على يقين تام بالاجابه. الله يطيب. الله صحيح. ايه فعلا والله. يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي. يستجاب. قصه قصه الامراه العقيم. قصه الامراه العقيم اللي راحت النبي الله موسى. قالت ادعي ربي يرزقني بني صالح، فقال لها طيب الله فالك واعمالك ان شاء الله من الجنه ما شاء الله ما شاء الله. فبكت وراحت، فبكت وراحت. بعد مرور عام اتت الى موسى عليه السلام، قالت حامله رضيع. بعد مرور عام موسى انصدم، فسال الله قال الم تخبرني انها عاقر لا تنجب؟ فقال شو اسمه دعتني باكية فاستحيت أن أردها وغيرت لها قدري. شوف سبحان الله، القدر سبحان الله الدعاء يتصارع مع القدر إلى يوم القيامة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء، يعني هو تفصيل الدعاء يمر على ثلاث: إما يستجاب، يستجاب اللهم ارزقني رزق على طول يستجاب. كيف الدعاء؟ إيه؟ مثلا اللهم ارزقني طيب بالسياره وبعطيك موقف على يستجاب؟ هذا الشيء يستجاب بان الله سبحانه وتعالى يسر لك السياره الفلانيه. مضبوط. تشتريها تهدى إيه؟ طيب في ناس يشكون يا طول عمر انهم دعوا دعاوى وما استجاب. هذا بقوله لك الحين. هي على ثلاث. مضبوط. اما انه يستجاب، اللهم ارزقني القبول في قناه الواقع. مضبوط. جاك القبول استجيبت صح، فرحه من الله سبحانه وتعالى لنا. واما أن يتصارع دعائك هذا مع الدعاء أو مع قدر نازل من السماء، قدر شر قدر سوء لك، دعائك هذا اللهم اقبلني في قناة يا رب أنقبل في قناة الواقع. ها مضبوط. ما انقبلت. حلو. دعائك هذا يتصارع مع قدر كان نازل أصلا. حلو. إلى قيام الساعة. لا إله ما بين السماء والأرض. طيب الثالثة، يخبئه الله سبحانه وتعالى لك كبطاقة يوم القيامة حتى إذا نفذت كل ما عندك وظن الإنسان أنه هلك، يخرج الله له هذه البطاقة يقول هذه دعوتك اللي كانت في الدنيا. لا إله إلا الله. شو رأيكم؟ أنا هذه باردة. حطها بشربها ثنتين خلاص. وتحطها فناجي. لا باردة بها. إيه تفنجل عليها. لا عيا. فهمت الفكرة؟ الشيخ. فهمتوا؟